السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة المبرمج. اليوم سأشرح لكم كيفية تشغيل روتور اتصالات المغرب أو كونفيجيراسيون. أولا يجب عليكم الدخول إلى أدريس إي بي ديال الروتور 192.168.1.1، نضغطو على اونتري كتعطي تخرج لنا هاد النافذة هادي اللي كتطلب منا ندخلو الادمين والباسورد. الادمين غالبا كيكون بالنسبة لروتور جديد كيكون ادمين، بصح خص بالضرورة خصنا نغيرو هذا باش ما يجيش شي واحد يغيرنا في الاعدادات. كنديرو اوكي، كنعاودو كيبقى يدور غير تما، كنعاودو نوطو على اونتري كيدخل. اولا كندخلوا الانترفاس سيت اب، نغيروها للفرنسيه احسن. انترفاس دو كونفيغوراسيون، كندخلوا الانترنت، كنخليو الاعدادات كيما راها، كنديروا تغيير واحد هو اللي كيكون هنايا، كنخليو نديرو نون سيرفيس مثلا ايام ولا اللي بغيتو. موراها كنديروا الاسم ديال لوتيليزاتور، هذا اسم عام تقدروا تستعملوه CAE0013، تكوبيوه وتكوليوه في باسورد بكل سهولة وصافي. مورها الاعدادات نتاع اللان او لوكال ايريا نتورك، الخيط خليوها كيما راها. كاين شي وحدين كيفضلوا ان سيرفور دي ان اس مغاير نتاع اتصالات المغرب اللي كيكون في كازا او لارابا. الا بغيتو ديروا شي واحد اخر مثلا ديال جوجل، ديروا يوتيليزي ان نوتر وديروا مثلا 8.8.8.8 وهنا نقطة 8.8.4 نتاع جوجل. هذا دي ان اس نتاع جوجل، شي مخطرات كي كتكون كونيكسيون ثقيله تقدروا تستعملوا هذا، يمكن تخفف شويه. وراها كندخلوا الاعدادات نتاع السون فيل، كاين واحد المشكل كيوقع في هذا النوع نتاع الزي تي او هاد الروتورات، وهو انه كيبانو جوج ديال الوفيات. غادي نوريكم الحل نتاع هاد المشكل. اولا مهم بوان داكسي اكتيفي هي الويفي اكتيفي، الا بغيتو ديزاكتيفيوه ديرو غير ديزاكتيفي، اختاروا ماروك وديروا شي شانل، ما ديروهاش اوتو من الاحسن. خليو الاعدادات الاخرين كيما راهم، تجيو هنايا الانديكس، كاين جوج ديال لي زانديكس، كاين انديكس ا نتاع الويفي اللي كيبان اللي كتحكموا فيه، وكاين عندك زوج نتاع اللي ما كيبانش كيبقى محلول نتاع زي تي او ان. الوغ كنختاروا الاول، كندير واحد مثلا، كنعطيوه اسم مود باس، كنجيو للزاوج اللي هو زي تي او ان، كنعطيوه مثلا سميتو انا نيفر، ودرت المود باس مثلا نيفر يوزيت، وكنكاشي الاسم ديالو. حتى الاول كنكاشي الاسم ديالو باش ما يعرفش بنادم بلي راه عندي ويفي، باش لي هاكر ما يهاكيوش. اخيرا كتبقى واحد الحاجه وهو المود باس نتاع الاول اللي كيبان في الشاشه نتاع الادمين، كندخلو هنايا وكنغيرو المود باس وكنديرو سوفغاردي وصافي، كنروديماري الروتور نتاعنا والاعدادات كتكون تسجلت. وشكرا، الى اللقاء مع توتوريال جديد.